كلهم يفعلوا. افتحوا البوابة. اقفلوا البوابة. مال الجنرال بيلو متعصب كده ورايح على فين في وقت متأخر زي ده؟ مين العساكر اللي معاه؟ أنا أول مرة أشوفه. عفاري من رجالة. صح صح يا محمد، شد نفسك كده. يا سالم اتفقنا محدش فينا يموت، هتخلف اتفاقنا قول من دلوقتي. لا مش هموت ما تخافش. الحمد لله على سلامتك يا سالم يا اخوي. الله يسلمك يا مختار. عارف يا حامد، الفرنساويين دول جبنة قوي. انا لو معايا ربع السلاح اللي معاهم كنت نايمت العالم من المغرب وهم واقفين قدامنا كانوا بيترعشوا. هم مش جبنة عشان اصلهم جبنة، بس هي كده المحتل دايما جبان، الظالم هتلاقيه جبان، اللي مش معاه الحق جبان يا سالم. المهم قوم انت بسرعه بالسلامه، لسه عندنا عمليات كتير. انا جاهز. يا عم سالم مش كده، بالراحه على دراعك. ناجي فين؟ راح يشقر على ابوه قبل ما الفرنسويه يولعوا البلد. وصافي جاي في الطريق. طب هات لي النطع اللي جوه. انا مش مصدق اللي حصل ده، ده ولا في الخيال. للاسف احنا اسأنا تقدير امكانيات الفلاحين. العمليه دي متخطط لها باحكام. هجموا على بوابه القلعه كتمويه وفي نفس الوقت كانوا بيتسللوا من الاسوار الخلفيه وهم لابسين لبس الجيش الفرنسي. معقوله مفيش ولا عسكري شك فيهم وهم خارجين؟ كلهم اندهشوا طبعا، بس ما حدش فيهم فكر ان ممكن ده يحصل. عامه انا جهزت القوات للتحرك. لا استنى، يوصل الخبر للجنرال في القاهره وهو اللي يقرر. الموضوع كبير قوي، وخطف قائد كبير زي بيلو ممكن يهدد مصير الحمله كلها. اشترك في الباقات الشهريه والسنويه باعلانات وبدون اعلانات، وما تفوتش عرض رمضان على الاشتراكات السنويه.